احنا تعرفنا على حضرتك، بس تعرف تاني عشان الحوار خاص. انا القمص بطرس الانبابولة، من راهب من دير الانبابولة في البحر الاحمر، محافظة البحر الاحمر. كنا في حديث مع الاخوة السوريين وتطرقنا الى الرئاسة في مصر، وحضرتك ذكرت اللي الشعب المصري اكثرية مسلمة. اتفضل. يعني احنا هنعيد اللي احنا قلناه عشان للايضاح. يعني معروف لدى الشعب القبطي كله في مصر ان هو رايح ينتخب رئيس مسلم نظرا للاغلبيه المسلمه اللي في البلد، وده شيء مرحب بيه عندنا كلنا. بس احنا بنقول ننتخب شخصيه مسلمه عاقله مستنيره ومتعلمه وذات كفاءه، وما يحكمنيش بالدين، لانه لو حكمني بالدين يبقى هو كده هيخفق اولا، ثانيا مش هيكون عادل، لان في شريحه في البلد ممثله في الاباط بتتجاوز ال 18 مليون، فمش هينفع ان احنا نتكلم في السياسه بالدين. فاحنا رايحين ننتخب رئيس مسلم بكل الترحاب وبسعه الصدر، ومقتنعين بكده، بس عن شرط يكون شخصيه مسلمه مستنيره متعلمه ذات كفاءه. يوجد شخصيات مسلمة أبرزهم على الساحة دكتور عمرو موسى ودكتور البلدعي والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور محمد سليم العوا. هل يوجد بعض التحفظات على شخصية منهم خاصة؟ بس من الجروب ده واحد حمدين الصباحي، اتنين محمد البرادعي. الأستاذ حمدين الصباحي أنا كنت لسه أذكره. طب وتعليقاتك على الشيخ حازم؟ الشيخ حازم اكيد لو حكم هل هيعرف يعني يتجرد من التوب الديني بتاعه؟ ما افتكرش. كذلك الدكتور محمد سليم العوا له مواقفه، اسف اقول انها مشينه ومحرضه ضد الفتنه، وهو اول من اشاع ان الاديوره مليانه بالاسلحه. فانا ازاي كابتي هعرف انتخب واحد زي كده؟ لكن اديني بقول بالفم المليان اهو، انا مبدئيا بحط عيني على حمدين الصباحي واحد، اتنين محمد البرادعي. اظن حمدين الصباحي هيعمل له مفاجاه وهيعمل له مكافاه، انا هيشكر شبكه تقين على هذه الدعايه. حمدين الصباحي استقبلته على استيدج بتاع مزبيرو وقدمته، قال كلمه رائعه جدا في مزبيرو واحد، واتقابلت معاه في اسكندريه، كان عامل مؤتمر وانا حضرته له، ودعيت من قبل القائمين على الحملة بتاعته، ودي شخصية أنا مستنيرة وأنا مقتنع بيها بصفتي الخاص، بتكلم بصفتي الخاص تحت أمر. طيب الدكتور البرادعي. البرادعي شخصية متعلمة وليها ثقل دولي، وأعتقد هيكون برضو من خير مصر انها تتجه ناحيه اختيار شخصيه ذات كفاءه علميه مشهود ليها، ومثلنا في هيئه الطاقه التابعه للامم المتحده اكثر من حوالي يمكن فترتين تقريبا، فكان تمثيل مشرف. وما افتكرش الدكتور محمد البرادعي هيكون له علاقه بالدين في حكم البلاد، فدول الشخصيتين اللي انا اطوق ليهم من الجروب اللي حضرتك ذكرته. هتتطرق الى حادث كنيسه القديسين، هل فعلا كما قيل في الصحف او بعض القنوات ان حبيب العدل هو اللي مدبر هذه الواقعه؟ اللي قيل في الصحف نقلا عن ما اشيع او ما اذيع على مواقع النت، واللي حصل كان اتي بالضبط، ان الجماعة اللي هم قاموا على تنفيذ التفجير في القديسين قدروا يهربوا من الباتش بيهم، وراحوا مسلموا نفسيهم للسفارة البريطانية في مصر هنا، واحتموا بيهم وحكوا لهم اللي حصل. ايه اللي حصل؟ حبيب العدلي منظم جيش من الشرطة خاص بيه هو وسري جدا، ونقدر نقول الجيش بتاعه ده بينتمي لبلطجية مصر كله. فاللي حصل ان علشان خاطر دايما كان بيقنع هو القائم على النظام في البلد اللي هو حسني مبارك ان لابد من استمرارية قانون الطوارئ وتفعيله بصفة مستمرة، وكانت ذريعتهم في كده
ان من حين لاخر يحصل شوشرة او تفجير ما في مؤسسات قبطية، كنيسة او ممتلكات قبطية، علشان نقدر نضمن استمرارية او التأييد لاستمرارية قانون الطوارئ. اللي حصل بالضبط كالآتي، ان اتفق حبيب العدلي مع الجيش بتاعه السري ده، انا اسف مش بتحضرني الذاكرة باسمه، لكن الموقع اللي على النت جاب التفاصيل بالضبط، ممكن ابعتها لك كرابط معاك يعني. فاللي حصل قال لهم اتفضل، قال لهم احنا هننفذ عملية تفجير في كنيسة القديسين، وكان نعم استول حاجة، كان الوسيلة الربط بينه وبين اللي هينفذه رائد عنده. فاتصل بناس من تقريبا ينتموا في غزة، بيطلق عليهم جيش الإسلام تقريبا أو حاجة زي كده، ودولت جندوا نفسهم، واللي حضر القنبلة اللي اتفجرت هو جهاز الشرطة بنفسه تحت إشراف حبيب العدلي. طبعا القنبلة احتوت على كمية هائلة من المسامير والصواميل الحديد بغرض إحداث قوة تفجيرية هائلة، وقد كان طبعا في الكنيسة. كان الاتفاق مع الشخص اللي كان بيقود العربية المفخخة بالقنبلة دي ان هو هيركنها او يوقفها قدام الكنيسة ويسيبها ويمشي، والرائد ده هو اللي هيدوس على الريموت كنترول ويفجر العربية. لكن للأسف الرائد بطش بالقائمين على التفجير وفجر العربية باللي كان بيقودها علشان يتخلص منه. كان في اتنين اخرين هم على علم بالخطة، راح لهم في المكان اللي هو كان عارفهم فيه وقبض عليهم اعتقلهم في عربية اسعاف وجري بيهم على القاهرة وحبسهم في شقة في القاهرة علشان يتخلص منهم فيما بعد. في التوقيت ده قامت ثورة يناير وعرفوا يهربوا من البيت وراحوا سلموا نفسهم للسفارة البريطانية وحكوا اللي انا بقوله ده. هل الكنيسة قدمت بلاغ ضد حبيب العدل؟ المستشار نجيب جبرائيل قال الكلام ده بالحرف الواقع بالحرف التفصيلي، وقدم المستند اللي انا بتكلم عنه ده للمحكمة علشان خاطر يدان حبيب العدلي بالموضوع ده. طبعا نتج عنه حوالي 25 واحد اتوفوا، والمصابين الى الان بيعالجوا. طبعا اللي حصل وقتها لولا ستر ربنا ان هو اللي فجر استعجل وفجر قبل خروج المصلين من الكنيسة. الكنيسة كانت جواها 2001، تفجير حصل قبل خروجهم بثلاث اربع دقايق، عشان كده اللي ماتوا بس 25 واحد. طبعا طبعا. اتفضل يا طب سؤال اخير، المظاهرة بتاعت امس لماذا وسبب بسبب يعني ايه اسباب الحادثة التي جعلتكم تجعلون المسيرة تدور من النشبرة الى التحرير الى الاسعاف؟ دي كانت مسيرة احتجاجية على ما حدث بشأن تفجير كنيسة ماري جرجس بإدفو قرية المريناب تقريبا في أسوان، ودي للمرة الثالثة حرق كنيسة في مصر. وللأسف الشديد المحافظ بتاع أسوان كذب على الميديا المصرية وقال ان كلام ده عالي من الصحة، واللي اتحرق مضيفة تابعة ومش كنيسة، مع ان الكنيسة هو ماضي على المواثيق الرسمية بتاعتها، لان كانت الكنيسة عمرها 80 سنة وكانت قايلة للسقوط. هو مضى على مستند رسمي بهدم الكنيسة واحلال مكانها على نفس المساحة ونفس الموقع. ولما هدموا الاباط الكنيسة وبدأوا يبنوا، السلفيين اللي هناك رفضوا ان تكون للكنيسة كباب كعدد بناء الكنائس، وحبوا يخلوا ارتفاعها 4 متر فقط. ولكن الاباط هناك بيقوموها زي ما كانت في القديم، ورفعوا العواميد لغاية مكان القباب بتاعت الكنيسة، فهجموا السلفيين على الكنيسة واحرقوها وهدوها زي ما عمل في كنيسة سول وكنيسة العذراء في شارع الوحدة في امبابة. وللأسف الشديد المحافظ طلع على الأخبار بتاعتنا وعلى النيل الأخبار وقال الكلام ده عاري تماما من الصحة، والوضع مستتب، واللي اتحرقت مضيفة، ودي كانت مخالفة
يعني معنى كده ان هو سمح للاخوه انهم يحرقوها علشان مخالف، مع ان المعتاد ان لما يكون في مكان مخالف اللي تهده جهاز الشرطه مش الجماعه البلطجيه. فمن اجل هذا الامر احنا نادينا باقاله هذا المسؤول الكذاب من مسؤوليته، لانه لا يصلح ان يمسك اقليم في مصر وبالكذب بتاعه ده. زاد وغطى فوق الكلام ده مما زاد الطينه بله، بعت انذار للكنيسه ان هم لو ما هدموش العواميد اللي مرتفعه اكتر من 4 متر هيجي هو بنفسه يهدها. الكلام ده لما نمع علمنا اليه اجتمعنا في دوران شبرا، وطبعا دوران شبرا المقصود بيه ان هو علشان خاطر المكان اكتر واغلبيه مسيحيه ويبقى فيه سهوله لتجمع الاقباط هناك. ولكن الامر اللي الواحد يعني يفتخر بيه ان كان انضم لينا في شبرا، ان كنا حوالي 5000 واحد كان على الاقل 1000 من ضمنهم مسلمين انضموا لينا طوال المسيرة. المسيرة استمرت من دوران شبرا حتى القضاء العالي في 26 يوليو، مشينا حوالي ما يقرب من 2:30 أو 3. هتفوا المسلمين معانا قبل المسيحيين طوال المسيرة كلها، والأمر اللي أثار إعجابي فتاة مسلمة محجبة وقفت قدام دار القضاء العالي في 26 يوليو بمنتهى الانفعال وبمنتهى الحب، وقالت كده، طلعت على الستيج بتاع العربية اللي في الهورن بتاع المسيرة، وقالت أعلنت من قلبها أنها متحالفة مع الأباط، وقالت كده بالحرف الواحد: إحنا لو كان هدم لينا جامع ما كناش هنسكت، وكان دمنا وقلبنا اتحرق، يبقى من باب أولى نقف جنب إخواتنا على اللي حصل لهم للمرة الثالثة. وفتاة صغيرة عمرها ما يزيدش عن 20 سنة، الكل صفق ليها، وحتى كان موجود معانا ناس من أعضاء الشرطة كانوا واقفين يسمعوا الكلمات، واحد من ضمن الجنود كان عمال يسقف للبنت اللي عماله تتكلم دي. كانت وقفة مشرفة. في نهايتها أصدرنا احنا بيان طالبنا فيه بسرعة ضبط الجناه وإعادة بناء الكنيسة وإلقاء القبض على الإمام المسجد اللي حرض على هذه الفتنة، وإقالة محافظ أسوان لكونه كذب وما أعلنش الصراحة، وأمهلنا الجهاز مجلس الوزراء والمجلس العسكري مدة 48 ساعة لحين البت في الموضوع، وإلا إحنا سنجتمع ونعتصم مرة أخرى في مسبيرو. سؤال أخير، حضرتك ذكرت القبطي أو المسيحي الذي يعني جرل من ملابسه في سوهاج. للأسف صورت الحادثة دي قناة الطريق، قناة فضائية مسيحية بتبث من أمريكا. المراسلين اللي تابعين لهذه القناة صوروا هذا الشخص وهو مجرد تماما من ملابسه، وارغموه على كده وخيروه ما بين انه يعمل كده او هيتفجر البيت باللي فيه بأنبوبة بوتاجاز. فهو الولد خوفا على اهله وعلى بيته. الهدف من خلعه ملابسه الهدف معروف، التسخير بي، التسخير بي، السلفيين اللي عملوا كده يا حبيبي. في اسماء معينة؟ في اسماء، والاسماء دي احنا أزعوها هم على القناة دي، بس أنا للأسف ما يتش الأسماء دي، ولكن بمجرد ما هيذاع هذا الفيديو أنا ممكن أبعته لك يعني، لكن موجود معنا الفيديو للأسف الشديد. أنا أسقلت حضرتك، وهل في فعاليات أخرى في الأيام القادمة؟ اعتصام يقال اللي فيه يعني تفكير في اعتصام أمام مسبيرو آخر؟ احتمال الكلام ده هيحصل لو الجهاز بتاع الشرطة ما استجابش، بما وبالإضافة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء. وأحب برضه أشير حاجة للنقطة دي، نقطة مهمة في وقفتنا الاحتجاجية دي. ما طالبناش بالمطالب دي بس، ولكن تضافرنا وتضامنا مع مطالب إخواتنا الثوار سواء كانوا مسلمين ولا مسيحيين، وطالبنا بدولة مدنية ودستور مدني يخدم الأطياف كلها، وأعلننا وطنيتنا، شأننا في ذلك شأن كل المصريين. ما كانتش وقفة تخص الأباط، ولكن هي شكلا تخص الأباط، لكن موضوعا تخص المصريين كلهم، لأن ما كانش في واحد مصري ما كانش مستأمن اللي حصل وأذيع في ذلك الوقت. شكرا. شبكة القمة تشكر حضرتك على هذا الوقت، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. أنا أشكرك وحصة البركة، بشرفنا معنا هنا الأستاذ أحمد أحد قيادة الثورة هنا، وده حلقة توصي بيني وبين الأعضاء كلهم، وربنا يبارك في خدمتكم وفي تعاونكم. شكرا فندم، شكرا.